حياكم الله. حلقتنا اليوم مخصصة لمشاركة منتخبنا في كأس العرب الجارية، أحداثها في العاصمة القطرية الدوحة. بطولة كأس العرب أماطت اللثام عن كثير من المفاجآت، أولها اعتذار المدرب الهولندي ديك أدفوكات تاركا خلفه جملة من علامات التعجب. تسمية المدرب المساعد بيروفيتش هل يؤكد الإشاعات التي كانت تقول بأنه المدرب الحقيقي الذي كان يقود الفريق في الظل؟ ولادة الأسماء الشابة هل هو مكسب أكثر من لقب البطولة؟ وأخيرا وبعد كأس العرب هل ستكون هنالك تشكيلة ثابتة للمنتخب الوطني فيما متبقي من تصفيات كأس العالم، أم يبقى المنتخب حقل تجارب؟ تلك الاستفهامات وحديث آخر مهم عن تاريخ مشاركاتنا في بطولة كأس العرب سنناقشها مع ضيفنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. لا حديث يعلو على صوت الوطن، في الشارع الكروي يتفاعل بشكل كبير مع منتخب الوطن ويترقب عن كثب مشاركته في بطولة كأس العرب. هذه البطولة التي تشغل الجماهير العراقية اليوم وتجعلهم يتسمرون أمام الشاشة لمتابعة تفاصيل المباراة دون أن تترك شاردة وواردة. تلك التفاصيل التي نتحسر عليها اليوم بأداء منتخبنا المتواضع بعدما يعني كانت بالأمس مسجلة باسمنا عندما كان منتخب العراق مرعبا للمنتخبات العربية. نعم، احتكرنا حينها كأس العرب بفضل نجوم نحتوا في الصخر ليدونوا أسماءهم بسجلات التاريخ الناصعة. وإذا تحدثنا عن فترة الثمانينات فكان العراق في وقتها يعني يمر بفترة ذهبية أفرزت لنا العديد من الأسماء التي يعني برزت في كأس العرب، ومنها الحارسان أحمد جاسم وسهيل صابر وطالب تشلوب وعدنان حمد، إسماعيل محمد، حميد رشيد، شاكر محمود، ثائر جسام، كريم هادي، غانم عريبي، كذلك ناجح رحيم، عناد عبد، مهدي جاسم وعماد جاسم وحسين علي ثجيل ورحيم حميد وحسن كمال. طبعا القائمة تطول من المواهب التي لمعت في البطولة وأصبحت مهمة فيما بعد في تاريخ الكرة العراقية. متواصلون مع شؤوني وشجوني كأس العرب، وقبل الدخول بالحديث مع ضيفنا لهذه الحلقة سنتوقف مع مشاركة منتخبنا بمونديال العرب وبعض التفاصيل المهمة سنتابعها معا في القراءة التالية، خليكم ويانا. من الباب الضيق غادر منتخبنا الوطني مونديال العرب وبخسارة تترجم الوضع المأساوي الذي يعيشه الفريق. ثلاثية قطرية في غضون 10 دقائق أماطت اللثام عن عجز أسودنا الذين دخلوا البطولة مروضين دون زئير، فلا نلوم العارضة ولا نندب القدر. منتخب عاجز عن مداعبة المستديرة، فاقد لهويته، فلا طعم للأداء ولا لون للقتال، ولم تنفع محاولات إنعاشه بتاريخنا المشرف في نسخ باتت من الماضي التليد التي نتحسر على عودتها، حين كان العراق يتسيد العرب ويرعب منتخباتها سواء بالنجوم أو بمن حضر. مشهد مؤلم وخسارة مذلة وتساؤلات وتبرير هنا وأعذار هناك، واختفاء للوجوه التي كانت تتصدر المشهد التي بحثنا عنها بعد المباراة، فلم تلتقط العدسات إلا تلك الملامح التي بان على محياها هول الصدمة،
تلك الجماهير التي توافدت من بقاع الأرض إلى قطر تبحث عن إجابات شافية علها تخفف وطأ الانتكاسة أو تهدأ من عظيم الرزية التي حلت بكرتنا، فقد تركوها لمبررات يسوقها البعض، تارة نعلق على شماعة الحظ إخفاقنا ومرة نلقي اللوم على الإعداد البدني، فمن بعد غورغيس سيكون الكبش في هذا الزمن الأغبر؟ تحلوا بالشجاعة وصارحونا ولملموا أوراقكم ودعوا البكاء على اللبن المسكوب، ولا تلقوا بالمسؤولية على مدرب ولاعب وإداري، وتفحصوا بروية أين يكمن الخلل، فتلك المنتخبات التي لم نجاريها كنا نثقل شباكها لكنها لم تنوح وتتنصل، بل إنها استفادت من تلك الدروس وهذه العبر. ما زال مشوارنا طويل ولن تنتهي الحياة بعد انتكاسة قطر. افتحوا قلوبكم ونوروا عقولكم وابحثوا عن مخرجات ولا تشغلونا برفع الحظر. مسؤولياتكم جسيمة سنعصبها برؤوسكم لأننا مللنا أسلوب الكر والفر، فطريق الألف ميل يبدأ بخطوة والنجاح بالتخطيط لا بالتقاط الصور. ينام مرتاحا في صدارة المجموعة، ينام مرتاحا في صدارة المجموعة. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن كأس العرب ومشاركات منتخبنا السابقة والحالية بالبطولة، ينضم إلينا أحد الأسماء المهمة الذي رفع كأس العرب وقاد المنتخب لتحقيق اللقب في النسخة الرابعة. ضيفنا نجم الكرة السابق والمدير الإداري الحالي لمنتخب ناشئي العراق حميد رشيد، الذي يعد نموذجا محترما لجيل توج باللقب وسط غياب من كان يسرق حينها الأضواء في المنتخب الأول. رحبوا معي بضيفنا الكابتن الخلوق حميد رشيد الذي ينضم معنا عبر السكايب من مدينة الدمام السعودية. أهلا وسهلا بك كابتن، سعداء بانضمامك إلينا. السلام عليكم، مرحبا بكم، تحياتي لكم، يسعدني ويشرفني أن أكون ضيف مع حضراتكم. يا رب إن شاء الله أكون ضيف خفيف أظل، ويعني نسعد الآخرين، وتحياتي للجمهور الكريم والمستمعين الكرام. الله يبارك فيك كابتن. بالتأكيد يعني كلنا شوق أن نسمع ونعود معك إلى الماضي الجميل، سيما وحضرتك يعني تذكرنا بالأداء العالي لتلك المرحلة. فبعد مرور 35 عاما على تتويجك بلقب كأس العرب، كيف ترى المتغيرات التي طرأت على البطولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني أنا كل سعيد اليوم تسترجعون للفترة اللي للخمسة وثمانين وللبطولة هذه تحديدا، بطولة كأس العرب اللي أقيمت في الطائف في وقتها، والتفاصيل اللي حدثت ويا المنتخب اللي سمي بوقتها بالمنتخب الثاني، والتحضيرات البسيطة جدا جدا قبل المشاركة، وكيف كانت الظروف والتسمية السريعة للمدربين والتسمية السريعة للاعبين والذهاب إلى البطولة. يعني كل شيء سعيد الحقيقة أنه أسترجع هذه الذكريات الحلوة لهذه البطولة حقيقة. بس حبيت أنه أذكر الجميع أنه الأسماء اللي مثلت المنتخب بهذا الوقت والبطولة نفسها هم كلهم لاعبين منتخب وطني الأول، بس إحنا كنا بحدود 30 إلى 35 لاعب، يحتاج كابتن عمو بابا بوقتها الله يرحمه أنه من يأخذ في أي بطولة يشارك فيها. فإحنا مرات يعني نكون مثلا مع الفريق الأول، ومرات يعني نكون مثلا يعني ما متعوين أو نرجع من الدعوة. فصارت في ظروف وقتها أنه يعني هذه البطولة تنظمت بشكل سريع، بحيث أنه حتى يعني بدون تجهيزات بدون أي يعني حسابات للبطولة،
ورحنا والحمد لله. يعني احنا رحنا بصراحة احنا كنا لاعبين منتخب وطني وما تفاجئنا بصراحة احنا من رحنا للبطولة، رغم انه يعني كانت بالبطولة يعني منتخب القطر الاول وكان منتخب البحرين الاول ومنتخب السعودية اللي لعبنا وياه على شوف النهائي، وكان جاي من بطولة آسيا ماخذ بطولة آسيا بوقتها. يعني الحمد لله التوفيق صار والانسجام هو أساسا موجود. يعني بما ذكرت كابتن، يعني اللي عارفه أنت حضرتك كنت تتوقع أن يخطف يعني منتخب باء أنا ذاك البطولة، يعني على الأسماء ذكرتها وعلى الإمكانات كنت تتوقع يعني؟ لا والله، هو أنا شوف أنا قلت لك إنه إحنا رحنا يعني كانت المشاركة سريعة، يعني هي كانت تقريبا 10 أيام، يعني مو أكثر من 10 أيام، ويعني كل شيء كان سريع. يعني هي العشر أيام يمكن أنت ما حتى ما تقدر تخلص إجراءات الجوازات والحجوزات والفيز والكذا هذه، بس مع هذا أنت عندك لاعبين جاهزين. مثلاً إن ما تريد تقول يعني تقدر تقول حسن كمال، تريد تقول شاكر محمود، تريد تقول مثلاً يعني عناد، تريد تقول مثلا مهدي جاسم، عماد جاسم، يعني خالد هادي، يعني الكل، يعني حتى لا انسى غانم عريبي، يعني هم كلهم لاعبين جاهزين. يعني هم لاعبين نفسهم من الفريق الاول. مرات يعني احمد جاسم، احمد جاسم وسهيل صابر، مو احمد جاسم وسهيل صابر بالحراسة المرمى، مو ولا انا غلط؟ احمد جاسم وسهيل صابر، انا قلت لك مو حتى لا انسى الاسماء. يعني انا بدي اتذكر وياك شوي شوي. فالحقيقة احنا من رحنا يعني كانت لعبة السعودية يعني كنا حاسبي لها حساب، باعتبار انه المنتخب السعودي يعني بطل آسيا جاي من بطولة آسيا وبكامل نجومه يعني وبأرضه وبجمهوره وكل التفاصيل، احنا كنا خايفين انه يعني نوصل لهذا الحد وبعدين يعني ممكن مثلا يعني نودع البطولة. لا يعني رب العالمين وفقنا فزنا بالبطولة بالشبه النهائي ورحنا للنهائي. كابتن أريد أعرف فريق السعودية هو أصعب فريق واجهكم في نسخة 85 لو أكو فريق آخر؟ هو طبعا البحرين الفريق كامل يعني في النهائي الفريق يعني لا يستهان به بصراحة. البحرين هي صدفة أنه إحنا مثلا لعبنا وياهم اللعبة الأولى ولعبنا وياهم نهائي وقطر، يعني احنا على يفترض انه مثلا يصير مواجهه مثلا وياهم، بس يعني السعوديه فازوا عليهم وواجهنا السعوديه. فموريتانيا لا باس بفريق يعني كان منظم، بس احنا كنا زينين صراحه، احنا كنا زينين، عندنا مدربين زينين الله يعطيهم الصحه والعافيه وطوله العمر، مثلا كابتن انور جسام واستاذ محمد ثامر بوقتها، يعني كانت توليفة حلوة. يعني هو الاختيارات، يعني اختيارات اللاعبين منسجمة أساسا، إمكانات الفريق واللاعبين كانت قوية. يعني تقصد كابتن، سنتوقف الآن مع بعض الآراء والانطباعات، نتابع ولنا عودة لحضرتك، خليكوا يعني. حقيقة ذكريات حلوة موجودة عندنا ببطولة كأس العرب اللي قيمت في طاف وقيمت في السعودية 85 وقيمت في الأردن 88. البطولتين حقيقة يعني البطولة الأولى كان الفريق الثاني اللي شارك بها، الفريق كان يضم بنجوم كبار أيضا بذاك الوقت، كان الفريق أو الدور العراقي أو العراق بشكل عام يضم لاعبين كبار ونجوم كبار، لذلك كان عندنا أكثر من فريق وأكثر من مجموعة عندنا، فرحنا الفريق الثاني وحصلنا على البطولة باجتهاد اللاعبين وأنا ذاك والمدرب الكابتن أنور جسام الله ذكره بالخير. فكانت يعني هذه ذكرى إنه بنشارك بفريق أول، رغم أن المنتخبات اللي شاركت كانت هي منتخبات أولى يعني، فمع ذلك أخذنا البطولة يعني باجتهاد اللاعبين والمدربين. أما المعسكر أو الكأس العرب الثاني اللي بـ88 بالأردن فشاركنا أيضا، لكن أيضا كان عندنا نقص بالنجوم فريقنا الكامل، كان الكابتن عدنان موجود وكان الكابتن حسين موجود، لكن اللاعبين كان ممزوج بين اللاعبين الشباب ولاعبين
القدامى، فكان الفريق بمستوى عالي، وحتى الفرق اللي شاركت أعتقد أغلبها كانت الفرق الأولى يعني المنتخبات، ومع ذلك برغم الأرضية كانت سيئة جدا، كانت تارتان بالأردن، برغم هذا لكن فريقنا يعني حصل على البطولة أيضا باجتهاده ومجتهد المدربين. أهلا بك كابتن مرة أخرى، تحدثت قبل لحظات عن جزئية مهمة على الإمكانات وعلى الفريق الجاهز والحاضر، يعني خلينا نتحدث عن هذه الجزئية، ما الفرق في مفهوم كرة القدم يعني بين جيلكم والجيل الحالي؟ لا هو يعني بصراحة أنا حتى لا أظلم ولا أجامل ولا يعني إحنا طيب مفروض نحكي يعني اللي كان وهس يعني حتى يعني الناس تعرف بصراحة يعني أهم شيء تفكرون به إنه عدد اللاعبين الموهوبين يفوق الخيال يعني إحنا رحنا منتخب باء سمونا وأكو منتخب أول ولا تتصور إنه اللي كانوا يلعبون بالدوري وهم لا هم بالمنتخب الأول ولا هم مع منتخب باء هم مو زينين بالعكس تقدر تسوي ثلاث أربع فرق منتخب باء يعني كلش مسألة طبيعية عدد اللاعبين الموهوبين كان عدد هائل جدا يعني بكل نادي يعني بكل نادي 11 لاعب اللي يلعبون بأي نادي من الفرق الوسطى إلى الفرق المتقدمة إلى الفرق اللي مثلا بالترتيب الأخير يعني هم كلهم لاعبين جاهزين هذه نقطة مهمة وأساسية بصراحة يعني المدربين ما كانوا يعانون أنه يستقلون اللاعب وذهنيا ومهاريا و يعني هو اللاعب جاهز كان يعني إلى حد كبير يعني فيجي اللاعب المدرب يعني بس يوقفه بالمكان اللي مثلا يستفاد من عنده أكثر والنقطة الأهم المهمة أيضا هي اللاعب كان يلعب بأكثر من مركز يعني مثلا أنا كنت ألعب كل مراكز الدفاع وألعب مثلا مراكز الوسط يعني تقريبا هم كلها لعبت فيها لعبت يعني المدرب يعني لعبت دفاع حضرتك ولعبت ارتكاز ولعبت وسط يعني انت يعني حتى على صعيد الدوري يعني لاعب شامل اعتبرك يعني لعبت على مستوى الدوري وعلى مستوى المنتخبات وهذا فشي يعني بالعكس انا اتشرف فيه انه مثلا من يعني هذا فريقي وين ما أروح مثلاً إذا كنت على مستوى منتخب أو على مستوى نادي الجيش أو زوراء أو هذه يعني أنا بالعكس يعني أنا أتمنى إنه المدرب يطلب من عندي فشيء أضيفة حسب الإمكانيات اللي أنا أقدر أقوم بها. طب كابتن حميد. الحمد لله. كابتن حميد نعم. معذرة على المقاطعة تعتقد أن تستنسخ تجربتكم بولادة نجوم جدد يعني هل فعلاً؟ أن استكشاف لاعبين جدد هم أهم من كأس العرب؟ والله إحنا دائماً إحنا خلينا نكون متفائلين يعني صراحة ها هو نقبل ما نقبل إنه البلد بلدنا والكرة القدم يعني هي تهمنا كلنا زينها إنا وزينها علينا فإحنا نتمنى فقط إنه خلينا نهتم بالأساس والأساس هو راح يطلع لنا أفضل من جيل 85 وأفضل من جيل 88 وأفضل من جيل 86 وحتى يجوز أفضل من جيل 2007 يعني إحنا مو صعبة يعني عندنا أولادنا بالعراق كلهم يمارسون كرة القدم فخلينا نهتم وهو ترى هي النتائج تجي يعني طيب فقط نهتم يعني أوكي ما هو رأيك كابتن ما هو رأيك بالمنتخب الحالي وكم تقيمه من 10 درجات؟ والله يعني صراحة يعني ما أعرف سؤال صعب مو مفتهم عليه كل شيء سؤال صعب ما أعرف محرج لا ما مفتهم عليه يعني أنا ما أعرف مو علي مو قلت لك ما أعرف شو أقول لك يعني أنا من كان المدرب كاتنيتش كنا رايحين باتجاه إنه يعني نحاول نحصل نقطة من كل مباراة المهم يعني نطلع من المولد بحمصاية مثل ما يقولون بعد مراح كتنش اجى ادفوكات تغيرت الامور بس صار عندنا عدد لاعبين جدد يعني شباب احنا اذا نفكر بالمستقبل المرحلة الحالية زينة يعني بهذه الاسماء الجديدة بس لا بس يعني يراد صبر انه نصبر على النتائج ف
لانه احنا متشوقين للنتائج، احنا هم نريد مثلا البطولات اللي ندخل بها يعني هم نطلع بها مثلا يعني نتيجه يعني تليق بينا. يعني الصبر على الاولاد والصبر على المواهب الجديده اللي هي مثلا يعني مغتربين محترفين شوف شو يسموهم، يعني لازم يكون موجود. فكره جيده جدا واحنا كنا معاها ونتمنى انه يعني نستفاد من طاقاتهم طيب وامكانياتهم يعني على البطولات الجايه باذن الله تعالى. كابتن سنتوقف الان مع بعض الاراء والانطباعات، نتابع ولنا عوده لحضرتك، خليك ويانا. طبعا مشاركه منتخبنا الوطني في كاس العرب في النسخه الحاليه شافت الكثير من التفاصيل المهمه والتي تختلف بشكل جذري عما جرى في البطولات السابقه اللي توج العراق بلقبها بل وتزعمها على الاطلاق. يعرف الجميع ان العراق حاز في السابق على 4 ألقاب لكاس العرب، بالتالي يسمى زعيم العرب وهذا يستحق المنتخب الوطني لما يقدمه من مستويات، وقدم نجوم كبيره وكثيره في النسخ السابقه. اما في النسخه الحاليه اعتذار ادفوكات في وقت حرج جدا وترك زمام الامور الى المدرب المساعد، بل اجبرنا على الاحتفاظ بتروفي ومنح فرصه لقياده الفريق في بطوله كاس العرب. هذا المتغير قد يكون سلاح ذو حدين، يدفع بيتروفيتش للاجتهاد بشكل كامل على الاقل لاقناع المسؤولين للبقاء على راس الهرم التدريبي، بالاضافه الى انه قد تكون هي السلاح الاخر هو ممكن ان يكون مسؤوليه كبيره على بيتروفيتش، قد يشعر بالاحباط في بعض متغيرات المباريات في كاس العرب. شاركه العراق بالعموم نتحدث بالاجمال انه المنتخب كسب قامات جديدة وهذا هو ديدننا في كأس العرب. دائما ما المنتخب العراقي يحافظ على الخامات والولادات الجديدة في هذه البطولة، بدليل أنه في بطولة كأس العالم 85 ولد عدد من النجوم أجبروا المدرب يكونوا في مونديال المكسيك 1986 وهذا هو المكسب الحقيقي. نتمنى أن يكون حسن عبد الكريم وأحمد فرحان وحسن راد وكثير من اللاعبين شبان مناف يونس، حتى لا ننسى أحد، جميع المتواجدين الشباب اللي تم منحهم الفرصة بصراحة أثبتوا وجودهم وهذا يسر، وأنا متأكد كثير من اللاعبين الشباب لو منح الفرصة سيكون لهم شيء كبير وسيأخذوا طريقهم في التشكيلة الوطنية. أهلا بك كابتن مرة أخرى. قبل قليل وأنت تتحدث يعني على كاتانيتش أدفوكات، هل يعني كان اختيار أدفوكات خطأ؟ كيف تفسر انسحابه أيضا، طبعا انسحابه قبل البطولة بأيام؟ والله إحنا ما متعودين بصراحة أنه يعني شخصية يعني يفترض أنه يعني تدريبية عالمية معروفة يعني يترك مهمة يعني بنص الطريق ويا هذا منتخب عراق. يعني احنا وين تكون انت مثلا يعني اسم كبير، احنا اسم كبير وتاريخ كبير وبعدين انت يعني ما حد تدخل بعملك، يعني المفروض تكمل، نتائج مقبولة صح، يعني الآراء مختلفة ولكن يعني صار عندنا عدد جديد من اللاعبين، وإذا السبب فني يعني محسوبة عليه بصراحة، بس يفترض إنه يعني مثل ما احتضناه يعني المفروض يعني يبقى ويانا للأخير. كابتن لو كنت المسؤول هل ستحافظ على بيتروفيتش مدربا أم يعني تبحث عن بديل في ظل هذه الظروف وهذه المعطيات؟ والله هو يعني خطوة يعني هيش صغيرة يعني أفضل من اللاعب إنه استقطاب المدرب العراقي، بس أنا كنت أتمنى إنه المدرب عراقي يعني مدرب محلي مدرب وطني يكون موجود. والمدرب ليش المدرب العراقي يعني شو وقت طموحه يشتغل على مستوى منتخبات وهذه، وخصوصا للمدرب المنتخب الأول شرفنا إنه منتخب الوطني الاول يكون فيه مدرب عراقي. انا من نفسي انا كيف بصراحه يعني احترامي الى راي الاخوان اصحاب القرار
كل واحد ورأيه، يعني هذا أحكي رأيي الشخصي فقط. فعلاً، لأن هنالك مقولات كثيرة وأخبار هنا وهناك، يعني بيتروفيتش يعني كان يقود المنتخب حتى بوجود يعني أدفوكات مثل ما يعني يشاع بالأمر، لذلك وجوده في المرحلة ما بعد أدفوكات لربما يعني هي طبيعية نوعا ما. تسمح لي يعني في مداخلة غيرة، يعني أنا بس إذا هذه المعلومة حقيقية أنه يعني كان هو يقود المنتخب وأدفوكات لعب شنو كان دوره، ليش أدفوكات موجود؟ ليش إحنا سوينا مثلاً يعني التزام ويا أدفوكات؟ إذا عندنا مثلاً يعني مساعد هو اللي يقود المنتخب كان، يعني إذا عندي هاي المعلومة أنا يعني بصراحة يعني أستغني عن المدرب أدفوكات من البداية وخلي هذا المساعد هو يكون المدرب الأول وخلاص. ما أعرف يعني إذا هذه حقيقة، يعني هي معلومة ولا ربما وجود في بغداد في العراق وجوده يعني ساهم بأن يكون يعني إلى دور مع أدفوكات، يكون دوره كبير يعني مو بس مدرب مساعد لربما. لا يعني عفوا هذا، بس هذا مو معناه أنه هو يقود. لا المدرب الأول هو صاحب الرؤية وهو صاحب طريقة اللعب وهو صاحب مثلا يعني هذا الصحيح طبعا، يعني وضع التشكيلي ومن اللي يلعب من اللي ما يلعب، يعني أعتقد هيك هو هذا المفروض. إذا خلينا نتحول على المستوى العام، كيف ترى مستوى التطور أو الفروقات بين منتخبات يعني خلينا نقول عرب آسيا وعرب أفريقيا؟ والله إحنا دنباوع هسه كأس العرب ودنشوف الفوارق، يعني فوارق شاسعة بصراحة، يعني فوارق شاسعة، يعني لاعب العرب يعني اللي هو من عرب أفريقيا، يعني إذا كان مثلا تونسي مغربي جزائري أو مصري، يعني ده شوفهم يعني عبروا أشواط بعيدين عنا، يعني بصراحة لأنه دولة يعني مرتبطين بالدوريات الأوروبية وطريقة التدريبات والالتزام والعقود وهواي تفاصيل، فتشوف اللاعب يعني هو أوتوماتيكيا ينبني صحيح وذهنيا وفنيا ومهاريا وحتى يعني بدنيا، يعني تشوفها يعني دائما مؤثر. فكيف إذا نجمع هو كتيم واحد، يعني هم مثلا باسم مصر أو باسم تونس أو باسم المغرب أو الجزائر، فعبرونا بصراحة عبرونا يعني مسافات بعيدة. طيب كلمة أخيرة كابتن. كلمة أخيرة، أنا أتمنى لكم التوفيق الله يبارك فيك والسعادة والاستقرار وراحة البال، وأني ممنون جدا على هذه الاستضافة، وشكرا للإخوان العاملين بالبرنامج والأستاذ بلال والكل جميعا، أنا تحياتي لهم وأشكركم وشكرا لكم لأنه عدتوا الذكريات ببطولة كأس العرب، وتحياتي للجميع. أنا أشكرك شكر الجزيل على ذوقك وأخلاقك، وطبعا أخذنا من وقتك وأنت حاليا في مهمة إدارية مهمة جدا وطيتنا هذا الوقت، وهذا مو غريب عليك، يعني مو غريب على كابتن حميد رشيد، عرفناه النجم الرياضي الخلوق اللي يخدم كل وسائل الحياة منها الرياضية والإعلامية. شكرا جزيلا من كل قلبي، أتمنى لك الموفقية ولمنتخبنا منتخب الناشئين إن شاء الله يعني يحقق المرجو من عنده، ونكون سعداء معكم ونحتفل إن شاء الله طبعا بالتأهل. شكرا جزيلا كابتن، شكرا. مشاهدينا كان معنا عبر السكايب من مدينة الدمام السعودية النجم الدولي السابق حميد رشيد، شكرا جزيلا لانضمامه إلينا. إذن بعد هذه الإيضاحات المهمة والسيرة الناصعة لمنتخبنا في السابق، نأمل ونطمح أن تكون عبرة للأجيال المقبلة ليستعيد سود الرافدين مجدهم التليد. شكرا لمتابعتكم، ونلتقيكم بصدى آخر للرياضة. هذه تحياتي أنا بلال بداع، أترككم في رعاية الله وحفظه.